مشاركتنا لهذا المعرض هو توعية أفراد المجتمع بأنواع المخدرات وعلامات التعاطي وتعزيز لهم الأفكار الرافضة لتعاطي المخدرات. كلمينا أيضا بشكل أكبر عن الهدف من المشاركة. تعزيز القيم الأخلاقية والاجتماعية لرفض تعاطي المخدرات، ومن هنا تعزيز السبل وعلامات التعاطي للأسرة الزائرة لهذا المعرض. طيب، يعني حدثينا أيضا عن هذه العلامات، لو سؤال جانبي، يعني كيف يعرف مثلا الأب أو الأم، كيف يعرفون أن هذا الابن بدأ يدخل في عالم المخدرات؟ طبعا إذا يتعرف من خلال بعض أنواع المخدرات نعطيهم إياه بشكل عام، مثلا هلاوس السمعية وبصرية، الانعزال عن المجتمع، التهرب من المدرسة أو التغيب أو انقطاع عن العمل، وجود الآثار للمادة المتعاطة سواء كانت المادة مثلا متعاطي حشيش أو متعاطي هيروين، وجود الآثار للمتعاطي، كذلك الشكوك، الهلاوس، الانعزال، الضحك الغير مبالاة، التلعثم في الكلام، بعض الأشياء اللي ممكن أن نوعيها للأسر بحيث أنها تشوف بعض العلامات هذه أو تشوف بعض الأدوات. سؤالنا أيضا، كلمينا عن الشريحة المستهدفة من هذا المعرض. طبعا الشريحة المستهدفة هي جميع أفراد المجتمع أو زائرين المعرض، سواء كانت من الأم والأب والأطفال الأبناء الزائرين لهذا المعرض، كل على حدة. مثلا إذا كان في بعض عن طريق الشاشات التفاعلية بعض الأفلام التوعوية، في بعض من العينات الحية، العينات تشبيهة لأنواع المخدرات، كل هذا يتعرفون على الأسر من خلال هذه الجولة. سؤالنا الأخير، كلمنا أيضا عن فائدتكم من إقامة المعرض. والله الفائدة هي خدمة أفراد المجتمع للتخلص من هذه الآفة، الله يبعدنا إن شاء الله من هذا الداء الخطير اللي بدأ يفتك أبناء الوطن. أنا حابة أشكر أول شيء لجنة مكافحة المخدرات على المجهود اللي بذلوه في هذا المعرض، ومشكورين أن هم وعوا الناس، وعوا النساء والأطفال والشباب خصوصا بمخاطر المخدرات وبأشكالها يعني بصور شهداء الواجب والمضار. مشكورين جزيلا على كل ما قدموا من مجهود، وأنا جيت للمعرض خصيصا زائرة، تعرفت على الشهداء، تعرفت على أصناف المخدرات، وشفت الشاشة التفاعلية وحقيبة المخدرات بجميع أشكالها، فلهم جزيل الشكر والعرفان على كل مجهود بذلوه. والله استفدت أنواع من المخدرات وعرفت مدى خطورتها، وأنصح من الشباب أنهم يبتعدون عنها وأنهم يزورون المعرض، وعرفت يعني إمكاناتها اللي جاية منها. طبعا أنا حضرت المعرض هذا وتشرفت والله بلقائكم، وعرفت يعني أنواع المخدرات، والله يعني شفت أن خطرها كبير جدا، ودمرت أسر ودمرت عوائل، وصراحة يعني هذا أكثر ما أقوله يعني.